المباراة الثانية وتحقيق الفوز بهدفين. الهدف الأول جاء في الدقيقة 54 بعد تمرير رائعة من عبد الله السعيد وتصويبة من أبو تريكة، من عبد الله السعيد إلى أبو تريكة الذي استطاع أن يضع البصمة الأولى ويضع الهدف الأول الذي فتح طريق النصر للنادي الأهلي في هذه المباراة. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب أحمد عبد الظاهر بعد تمرير من اللاعب أحمد شديد إلى أحمد عبد الظاهر الذي استلم الكرة بسهولة وسط عدم حراسة من مدافعي فريق